n'as pas peur de vieillir. مقولة العمر ليس حاجزاً تنطبق على الكثير من الفنانين بالعالم، فتقدمهم في السن لا يعني أبداً نهاية الإبداع وتقديم لوحات فنية تجمع بين رقيهم واحترامهم لجمهورهم. شفيا بودرا أسطورة السينما التي أحبت تفاصيل تقدمها في السن لم تتخلى يوماً ما عن فنها الراقي الجميل، حتى وهي بعمر 90 لا تزال قادرة على تقديم الأفضل. صالح أوغروت عميد الكوميديا في الجزائر تخطى 60 عاماً ولا يزال يزين شاشات الجزائريين بأعماله الاستثنائية التي مزجت بين الفكاهة والدراما ليكون بذلك رقما صعبا في عالم التمثيل. ومن قال أن صوت الشاب خالد سيتأثر بالعامل الزمني فهو مخطئ، فهذا لا ينطبق على الكينج الذي يستمر في حصد نجاحاته رغم بلوغه 60 عاما. ملكة الراي الشابة الزهوانية التي شارفت على بلوغ 44 عاما من الفن لم تتخلى عن جمهورها، أين رافقتهم لسنوات بأغانيها وأمتعت أجيالا عديدة بصوتها الرخيم. راني داخلة في 44 عام تاع فن، أنا يا بقيت لهذا الوقت باسكو الجمهور هو اللي خلاني لهذا الوقت، غير في قلبي وما نقدرش نحيده باسكو هي عائلتي الثانية. الفنان قبل ما يكون فنان، قبل ما يكون فنان يلقى يكون متربي، يلقى يكون عنده ان باجاج في يده، ما يقولش انا وانا وانا. انا عندي 43 عام ومازال ما تعلمت، نطلب من الله تعالى نلقى الناس اللي يزيدوا يعلموني اكثر منهم. هم فنانون اختاروا عنوانا واحدا لمسيرتهم الفنية جمعتهم الإرادة وتقديرهم لجمهورهم، فاعتبروا العمر مجرد رقم وحرصوا على تقديم الأفضل لمتابعيهم.